تزامنا مع استئناف العمرة وتزامنا أيضا مع رجوع المصلين إلى المسجد الحرام في المرحلة المقبلة، ما الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لسلامة المعتمرين والمصلين وراحتهم؟ الحرم المكي أبوابه مجهزة بكاميرات حرارية عالية الدقة لقياس درجات حرارة المعتمرين والمصلين. يشارك 4000 عامل وعاملة وأكثر من 180 مشرفا على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وتنظيفه بعد كل فوج. علاوة على ذلك يتم غسيل جميع أروقة المسجد الحرام الداخلية والخارجية 10 مرات يوميا ب60,000 لتر من المواد الصديقة للبيئة و1200 لتر من أجود الروائح الزكية تستقبل المعتمرين والمصلين وترافقهم خلال أداء عبادتهم في أرجاء الحرم المكي. 900 لتر من معقمات الأيدي موزع على 300 جهاز في جميع أروقة الحرم المكي الشريف. دائما كل من يدخل المسجد الحرام يتمنى أن ينال رشفة من ماء زمزم، لذلك يتم توزيع 38,500 عبوة يوميا عن طريق نقل عبوات زمزم في حقائب محمولة على الظهر، وعدد هذه الحقائب 50 حقيبة موزعة على صحن المطاف والمشايات الرئيسية والمسعى وتأمين زمزم في جميع الصلوات المفروضة. أما بالنسبة للعربات فهناك 6 نقاط لتوزيع العربات، في كل نقطة يوجد فريق مختص بالتعقيم. ختاما، الله يتقبل من المعتمرين عمرتهم، ولكي نكون مطمئنين نعود بحذر.